نقول ما هو الطب البديل. الالترناتيف ميديسن او الكوميونيتيف ميديسن يعني ايا كان المسمى لي، هو طب بديل في الياته، يعني هو طب ولكنه بديل في الاليات التي استخدمها. يعني الطب الغربي بيستخدم الادويه، الكبسولات، الحقن، الامبولز، الادويه المختلفه، العمليات الجراحيه المختلفه الى اخره. دي اليات الطب الغربي اللي هو الويسترن ميديسن او الطب المعتاد. اما اليات الطب البديل بتختلف بديل لهذه الاليات اللي استخدمها الطب الغربي، وبالتالي سمي بطب بديل من هذه النقطه، ولكنه ليس بديلا عن الطب. لابد ان نعي ونفهم جيدا هذه النقطه. الطب البديل ليس بديلا عن الطب وليس تكميلا، لان احيانا كتير يقول لك الطب التكميلي، ليس تكميلي او تكميلا للطب، لكنه بديل في الياته التي يستخدمها. وصلت النقطه دي انها مهمه جدا جدا. الطب البديل ليس بديلا عن الطب ولكنه يسمي الطب البديل لانه يستخدم ادوات بديله للادوات المعتاده في الطب الغربي. مبدئيا هذا هو الطب البديل. اساسه هي الطب الشعبي او التراديشنال ميديسن، الطب الشعبي في كل بلد من بلاد العالم المختلفه، سواء في الصين، سواء في اسيا، سواء في تايلاند، سواء في مصر، سواء في العراق، سواء في دمشق الى اخره. كل هذه البلاد هناك ما يسمى بالتراديشنال ميديسن او الطب التقليدي اللي كان بيستخدمه اجدادنا. واحنا عندنا في قدماء المصريين موجود الحفريات اللي فيها اليات طبيه حتى الان تستخدم، وهناك اليات طبيه لم تكتشف بعد موجوده على جدران المعابد في أسوان. وبالتالي الفراعنة أو القدماء المصريين وصلوا إلى الطب لدرجة لم يصل إليها أحد حتى الآن، وبدليل التحنيط. ده غير بقى الحاجات الكتيرة زي ما بقول لحضراتكم اللي موجودة على جدران المعابد الفرعونية. وأيضا الطب الصيني له أصل ممتد جدا. الطب الشامي نقدر نقول عليه اللي هو في سوريا ممتد أيضا. جمعت كل هذه الآليات أو كل هذه العمليات الطبية فيما يسمى بالتراديشنال ميديسن، الطب التقليدي، ثم خضعت لكثير من الأبحاث والدراسات حتى سمي بالطب البديل وأصبح تحت المظلة الطبية. ده الطب البديل، ودي قصته ونشأته. من يحق له أن يعمل بالطب البديل؟ لابد أن يكون طبيبا، لابد أن يكون خريج كلية طب وجراحة معترف بها. إيه حكاية معترف بها؟ هو في كليات غير معترف بها؟ نعم في كليات غير معترف بها، وفي يعني موضوع نصب كبير جدا في البكالوريوس والماجستير إلى آخره. وبالتالي لابد أن يكون طبيب حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة معترف بها، دي مبدئيا. ثم يتدرج بعد ذلك في الدراسات والأبحاث والمؤهلات التي يحصل عليها الطبيب حتى يحصل على الدكتوراه في الطب، في أي فرع من فروع الطب. الدكتوراه يحصل عليها الطبيب، واخد بالك أنت؟ دكتوراه يحصل عليها طبيب، يعني هو اسمه طبيب. ثم يحصل على درجة الدكتوراه في الأبحاث والدراسات العليا. يحق له في هذه المرحلة أن يلتحق بما يسمى بالطب البديل، ويبتدي أن هو يعمل بالطب البديل بعد أن يخوض الدراسات الخاصة به. يبقى كده احنا عرفنا أن الطب البديل له أصل، عرفنا أن الطب البديل له من يعمل به وليس أي أحد آخر، ليس أي طبيب بمعنى آخر. يعني شوف بقى، سيبك أنا مش هخرج بره المجال، مش هخرج بره مجال الطب، مش أي طبيب، لا، لابد أن يكون متخصصا في الطب البديل بعد أن يحصل على دكتوراه في أحد فروع الطب. آليات الطب البديل أنا هأخرها سنة، هنتحدث عنها مع بعض في سياق الحلقة. عندنا بقى 6 عناوين زي ما اتفقنا مع بعض. هنشوف الأول حالات مزمنة في الطب الغربي. حالات مزمنة في الطب الغربي ده أول عنوان هندخل عليه مع بعض. معنى حالات مزمنة ان هي الكرونيك كيزز، هذه الحالات لابد ان تستمر طوال عمرها على علاج. كان للطب البديل رأي اخر غير هذه النظرية.
والفلسفي او الفلسفه او النظريه للطب البديل هتستغرب لها جدا حضرتك ان هو يعني في فيما معناه او مجملها او اختصارها ان الجسم البشري قادر على الشفاء بذاته، ان الله سبحانه وتعالى خلق الجسم البشري كاملا متكاملا له القدره على الشفاء بذاته. طب امال احنا هنتدخل ليه بدل بذاته زي ما بيقول الطب البديل؟ هنتدخل عن طريق الياته المختلفه للطب البديل لتحفيز الخلايا على الاستشفاء، ودي نقاط مهمه جدا جدا جدا. الحالات المزمنه في الطب الغربي زي ما بقول لحضراتكم لابد ان تستمر طوال العمر على علاج، وقد يكون حتى العلاج اللي هتستمر عليه طول عمرك ما بيجيبش نتيجه. ده الطب الغربي او الويسترن ميديسن، مش هنحط راسنا في الرمل كالنعام، لا، هذا هو الواقع، هذه هي الحالات المزمنه في الطب الغربي. نظر اليها الطب البديل نظره اخرى تماما بمعنى الكلمه. وزي ما بقول لحضرتك الفيلوسفي بتاعه الطب البديل ان هو الجسم البشري قادر على الاستشفاء بذاته، احنا بس بنساعد سبورتيف ليها، بنفتح الباب ليها. وبالتالي الطب الغربي الطب البديل ما بيعترفش بكلمه حالات مزمنه.